طالبات من جامعة النجاح الوطنية تخصص علاقات عامة واتصال يسعون للتعريف بأهم الأنشطة التي يسجلها ويقوم بها مركز حمدي منكو الثقافي التابع لبلدية نابلس من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنشر الثقافة العامة والترفيه لفئتي الأطفال والشباب. احنا عم نشتغل مع دكتور ماهر عرفات في جامعة النجاح الوطنية على مشروع سوشيال ميديا في مركز حمدي منكو. ضمن المشروع بشتغل مع زميلاتي سجود سلهاب وفتحية جابر وإسراء بلابلا. هلا المشروع عشان الترويج لمركز حمدي منكو وتعريف بالمركز بأكبر قدر ممكن في على مستوى فلسطين. هلا احنا اشتغلنا على عده مواقع على الانترنت اللي هي فيسبوك، تويتر، بلوج وجوجل بلس واباوت مي. انشانا موقع للمركز على بلوج ووضعنا فيه عده بنود اللي هي من نحن وتواصل معنا والتعريف باخبار المركز. كمان حاطين فيه عن الأنشطة، أنشطة المركز والتقارير السنوية اللي بنشرها المركز. حكت زميلتي ختام عن المشروع بشكل عام، وأنا رح أحكي هلأ عن صفحات التواصل الاجتماعي اللي عملنا عليهم. أول شيء إحنا فعلنا صفحة الفيسبوك تبعت المركز. شو في ورشات عمل، شو في فعاليات، شو في أنشطة، شو في برامج، شو في حملات تعملها المركز، كله حنروج لها، حنكتب الأخبار، نعمل تصاميم لصور، صممنا أصلاً صفحة الغلاف وحطيناها وحطينا شعار المركز، وعملنا كمان تصميم للصورة الشخصية. وهلأ حالياً عم نشتغل زي ما حكت زميلتي ختام على فعالية لمسابقة. مسابقة هي أسئلة ومعلومة طبعا من تصميمنا، وكل إشي طبعا ضمن فعاليات المركز وأنشطته. كمان عملنا في إشي على مواقع التواصل الاجتماعي، موقع اسمه About Me. هذا الموقع زي موقع تعريفي بس بيكون أونلاين، يعني زي هوية تعريفية للمركز أونلاين. طبعا بيكون فيه فعاليات المركز، أنشطته، كل شيء بخص المركز. كمان عملنا حساب على جوجل بلس على جيميل، اي حدا عنده حساب جيميل بيقدر يفوت على هذه الصفحه ويقدر يشتغل عليها ويتابع معنا انشطه المركز وفعالياتها. اضافه كمان انه اشتغلنا على التويتر وصار في عندنا متابعين وصار العدد منيح، وبنعمل هاشتاجات وبننزل كل شيء طبعا ضمن انشطه المركز وفعالياته. الشخصيه الاعتباريه اللي بدنا نخليها تمثل الحمله الاعلاميه تبعتنا حتترقبوها بالفتره الجايه، تكون هلأ حاليا مفاجأة، ورح تشوفوا كتير اشي حلو وكتير اشي يكون يمثلنا ويمثل المركز. السياسة الرئيسية في المركز انه نتعاون مع المجتمع المحلي بكافة فئاته، ومن هذا المنطلق في كتير من الشباب والشابات في الجامعات في المدارس كتير حبوا يتعاونوا ويجوا على مركزنا يجتمعوا، يكون هذا المركز كبيت تاني لهم. ومن ضمن هاي المجموعات المجموعة الشبابية اللي انتوا شفتوها قبل شوي اللي هي حبت تعمل إشي وتسلط الضوء أكثر على المركز وعلى نشاطاته، لأنه شافته مركز فعلاً إنه الحمد لله له بصمته وبساعد في المجتمع. فمن هذا المنطلق هدول الشباب كل الشكر إلهم، ونشكر جميع من بيساهم في دعم هذا المركز، لأن هذا المركز بالنهاية هو لكافة أبناء مدينة نابلس، مش محصور لفئة معينة، وبيستفيد منه الكل. فبنشكرهم كتير، وإن شاء الله يعني كمان إحنا عندنا استعداد للتعاون مع مزيد من الشباب.